تلف بتصوير. انت هون؟ ما كنت عارف. هلا كيفكم؟ عمرتين، شو اخباركم؟ اليوم عندنا فيديو عن تخيلوا تروم تروم او 1 2 3 جو متجسد بانسان، لك على شكل انسان. هلا كلنا شفنا عودة هيلة تي في. انا بصراحة ما سامع فيها، كنت بس انه من الواضح انها كانت اشي كبير على اليوتيوب، انه هيك واو اشي واو هيك اوكي ديناصور باليوتيوب. هيا رجعت هيلة، خلينا نشوف شو رجعتها تكون. فيديو طوله دقيقة بس كله لقطات من فيديوهات القديمة هيك شيء. يا بس كمان المشكلة نزلت الفيديو على 1 نيسان، كذبة نيسان، فالناس مش عارفة تصدقها ولا لا. المهم خلينا نشوف نصائح عجيبة تسهل حياتك. في اشي حتلاحظوه بفيديوهات هاي لا انه حياتكم الانترو تبعتها بصبط عليها موسيقى رعب. هاي نصائح لتسهل حياتكم. مرعب مرعب بصير لما تحط عليه موسيقى رعب هيك انه زايد وزنكم وما عاد يسكر البنطلون. اوكي استعمل مطاطة شعر، حطوا عزر، حط بكله وسكر البنطلون، بعدين بتسكر بالهاي. شكلها خدعة منطقية صح؟ لما خلصت الخدعة انه احساس تفرجوا الخدعة ناجحة يعني. طب زرك مسكر طيب. واضح انها خدعة ناجحة. جاي عبالكم تقيسوا لبس بالسوق او ما عندكم وقت؟ اذا الطرفين لمسوا بعض يعني البنطلون عقياسكم. هلا ممكن لو تلف البنطلون على رقبتك تعرف لو بيجي على قدك ولا لا. معقول؟ دقيقة. سبحان الله. ورديتكم الاستوديو تبعي الجولة في بيتي، فانتوا عارفين مسلسل الغسيل جنبي. والله صدفة يعني لقيت بنطلون بس. اوكي هذا البنطلون ضيق علي. اوكي حتى من اول ما شريته ما كان يجي على قدي، بس انه بدي اقنع حالي انه بيجي على قدي. طيب. لمسوا بعض اكيد الغلط بالبنطلون اكيد مش بهيلة تي في. اسمع بتحسوه هيك زي 1 2 3 جو من جولي شيك كيك او توم توم من جولي شيك. اوكي توم توم 1 2 3 جو بيعطوك نصائح ممكن تزبط، انا في احتماليه 70% تزبط. هلا طلعت خدعتين وما زبطوا، خلينا نشوف الثالثه. تشتروا اشياء بنص سعرها؟ بليز بدي اشتري شغلات بنص سعرها. افتحوا تطبيق جولي شيك، عاملين مهرجان تسوق للصيف مع خصومات. بديش اعلق بديش ما اعلق. هذه البنت كانت تسترزق وعملت دعاية لجولي تشيك. يعني اسمعوا انا ما بعمل دعايات عشان يعني انا بيجيني ايميلات دعايات وهيك، بس بحاول دائما انه لو بدي اعمل دعاية لشغلة اكون متاكد انه المنتج 100% كويس وهيك. انا متاكد هيدا هيك. النية كانت كويسة، النية ما اظن نيتها كانت انه تبلش نكتة كاملة على النت جولي تشيك. حسها فاهمة لغة الجسد غلط. في فيديوهات مبسوطة كأنها والله اسمع حصير مبسوط زيها. هون من هون لآخر الفيديو حضر استعمل ايدي بطريقة كثير غريبة. ماشي عندنا الخدعة رقم 4. عندكم صار شكله لا خدعة رقم 4 بيض. اوكي عندنا الخدعة رقم 6، خلينا نشوف. بنطلونكم له ريحة. اوكي حطوه بكيس. لو بنطلونك له ريحة وانت حطيته بكيس، اصبر خلينا نشوف شو راح تسوي بالكيس. لا قبل ما نحكم يعني خلينا نشوف شو راح تسوي بالكيس. سكروا عليه وحطوه بالفريزر، ريحته راح تروح. لا نو لا لا اكس نو. لو بنطلونك له ريحه حطيته بكيس حطيته بالفريزر انتن يعني لما تحط البنطلون بالفريزر حياخذ وقت قد ما انك تاخذه وتحطه بالغساله وتغسله. لا لا ما هذا الهراء. المشكله انا متضايق، تعرف ليش؟ عشان اللي عم بفكر فيها لا انه طيب ممكن عن جد بتزبط هاي الطريقه، ترجع بالي اجربها. اوكي رساله موجهه لاخوي، لو تلاقي بنطلونات بالفريزر ما تسال. اوكي بس عم بجرب شغله. نكمل. يس رائحة البنطلون بعد الفريزر. وصل الفيديو لنهايته للأسف. انتوا أكثر شيء قولوا لي بخانة التعليقات، اكتبوا لي بالتعليقات أي نصيحة حبيتوا أكثر شيء. رعب فيلم رعب. أوكي هذا الفيديو الجاي، أشياء أنت عم تعملها غلط بحياتك. الزر اللي موجود تحت الفيديو لتنضموا لشلتنا وتشتركوا بالقناة. اضغطوا هذا الزر اللي تحت هون عشان تنضموا لشلتنا وتصيروا من شلة عمر تايم جورج قرداحي. او هاي مارك انضموا لنا، جونا حلو.
لو 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 ما تعمل سبسكرايب اعرف انه وجه هايلة تي في اللي بخوف قد منعك. عادي خلينا نكمل. هل اكون عم بوجعكم؟ كلوا مارشميلو، الجيلاتين بيعمل طبقة بتخفف الألم. هاي هاي البنات بتحاول تغير عاداتنا وتقاليدنا لأجيال لأجيال. احنا العرب استعنا شغلتين في المرض، الخناقات، الحزن، الاكتئاب، اي شيء اي شيء. الحل لكل شيء المرامية او زيت زيتون. انت بدي تقنعيني انه بدل ما اشرب زيت زيتون لما يكون لوزي ملتهبة اكل مارشميلو؟ شايفني خيخة اكل مارشميلو اشرب زيت زيتون كشطات زيت زيتون؟ ما يعني وصلت الفكرة صح؟ زيت زيتون يعني إخوان أنا انكسرت رجلي، ما بعرف لو حكيت على اليوتيوب ولا لا. أنا قبل 3 سنين انكسرت رجلي وتجبست. عمي أجاني وحكالي إنه عمر شيل الجبس بدلك لك إياها بزيت زيتون ورجلك بالطيب، ويا زي ما تتوقع رجلي ما طابت لهلا بتوجعني. بعد 3 سنين عملت فيها عملية ولهلا بتوجعني كله من أخذ زيت الزيتون. هذا السبب إنه عندي جنينة زيت زيتون بغرفتي. أواعيكم بيضلوا يقعوا من العلاقة؟ استخدموا السيليكون الساخن. ما أظن صح، لو أواعيك بتضلها بتسحل من العلاقة ما تحط عليها السيليكون ساخن وتحط الأواعي على العلاقة هتخرب اللبسة. ما تسألوني ليش بعرف هذا الحكي بس بعرفه. أقوى مقلب بمستر شنب. أوكي خلينا نشوف. مرحبا يا أحلى جلة. شوفوا مع مين أنا. أدري يا مان. طلع مستر شنب كيف كان كتكوت. طلع كيف كان كتكوت. بعدين شوفوا لإيش تحول. تحول ملحوظ كثير. خلينا نشوف المقلب القوي. فرزان هون. تارا. بحس ما كانوا مكتشفين الساوند افكت، يعني لازم تعمل الساوند افكت بتمها خلاص هي يعني. تارا في ساوند افكت تحطيهم بالمونتاج. سكر سكر بسم الله الله يستر. اوكي اول جزء بالمقلب انه يسكر عيونه مستر شنب. خليك تتحرك والله يعني. اوكي ففوتوا بني ادم جوا الكرتونه. يعني هي الشغله شوي خطيره يعني فلازم ندير بال. كيف فزعت البني ادم جوا الكرتونه جد بدي افهم. المهم فبعد ما البني ادم يحطوها بالبوكس بسكروا البوكس وبيحكوا لمستر شنب احنا بدنا نروح انت خليك هون وهلا بنرجع بدنا نجيب شيء من السياره. اقوى مقلب باليوتيوب يلا خلينا نشوف. هاي مستر شنب. كيف كان عارف شو في بالبوكس؟ نو بني كيف كان عارف؟ عادي عم نفرج من السيارة لنشوف شو عم بيصير. اوكي وهلا ببلش المقلب. ايش المقلب؟ انه بيجي واحد بقعد اسالهم انه هذول الكاميرات الكم ولا لا؟ او اي ترخيص تصوير في مكانه؟ لا ما ليش تفز؟ منين؟ طلع ورجع الكريدت كارد تبعه. ليش تفز؟ طلع طلع خلص عرفوا عرفوا انه هيك اشي اشي قوي هيك يو نو. احنا دائما نصور هنا. كيف دائما؟ دائما نصور هنا. ليش معصب؟ طيب ايش فيك يا زلمه؟ المهم بلش يتطاوشوا مع الزلمه. انا ما عم بحكي اشي عن الزلمه يعني بس مش منظرك انه مثلا مسؤول بالحديقه ولا اشي وفاتح 5 زرار وعامل لي فيها باد بوي يعني صح؟ بس عادي اقوى مقلب في اليوتيوب. هات خلينا نشوف. فرايحين يورجوا اغراضهم مبين عليه شرطي هو مدير الحديقه. بيجي عند الاغراض بيفتح صندوق. شو هيك؟ بس انه المقلب انه اجى المسؤول ولقطهم وهو انه تفاجئ انه في بني ادمه بالبوكسه مع انه اول الفيديو كان عارف انه في بني ادمه بالبوكسه مع انه كان مغطي عينيه كمان مش مغلبه حاله بالمره عشان ما يبين تمثيل بس كمان هو محتوى له انه فئه عمريه صغيره يعني فمهم انه يكون محتوى مسلي صح بس انه مش اقوى مقلب على اليوتيوب. اوكي انا من قلبي باحمد كانت اقوى كثير. في هنا فيديو اسمه اكبر حبه تويكس بالعالم. انا بس شغلة واحدة بدي اورجيكم اياها. هاي حبة التوكس اللي طلعت معها بالاخير. هاي اكبر حبة التوكس بال تويكس از دراونينج ان شوكليت. بحس اليوتيوب زمان ما كان في ستاندرد بالمرة، يعني كان ممكن هيك اجي اعمل فيديو احكي لقيت اكبر جنينة زيت زيتون بالعالم اطلع بهاي الجنينة وخلص هيك يلا طوني 7 مليون يلا. اوكي يا اخوان عندنا كمان مقلب من مقالب هيلا تي في الشهيرة. خلينا نشوف، انا متأكد انه مقلب قوي زي اللي قبله. قوم رح اعمل مقلب. مين حتعمل مقلب؟ مين؟ بدي اعرف. بقطتنا ميسي. زم حتى جورج صفن تعمل مقلب بسه. كل
ما يرن جرس البيت ميسي بتروح ركض على الباب وبتحاول تطلع. اوكي حتعمل مقلب الجرس في بستها. مقلب الجرس نهاية سيئة. كل مرة بشوف حد بعمل مقلب البسة. حجيب نايلون من البيت واحطه على الباب، الزقه كلياته مشان يبين انه ما في شيء. ليش هيك بتعمله؟ ليش هيك انت شريرة؟ ليش؟ كيف جرحتك بس بس كيف 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 اذتك البسة؟ يحس. ليش ليش يا شريرة ليش؟ بالكم من اول الفيديو قلت لكم اللي انتم تبعها لازم موسيقى تراب. اوكي انا عارف انها شريرة من اول قبل ما احضر فيديوهاتها. خلاص يا شريرة خلاص 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 هي لا تي في بكفي. هلا هنعيد المقلب من باب تاني اللي هي دائما بتحب تيجي عليه. كمان باب تاني. ميسي شريرة هي التي في لازم يحطوها بمستوى أحمد حسن هيك. هذا كان مقلب القطة نهاية سيئة. جد اليوتيوب خسر محتوى عظيم قبل 3 سنين لما تركت هي لليوتيوب، بس الحمد لله رجعت هيرجع المحتوى العظيم. وبس والله هذا كان الفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب. نشوفكم على الفيديو الجاي. باي. جورج في 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 حكمة وراء حركات الإيد هاي. What? لا مو أي حكي حركات، لا أنا فاهم كل إشي هيك عم بخليهم يعملوا سبسكرايب.